أكلة أم النهاردة مع بداية أسبوع السعادة والهنا يا رب على كل السادة المشاهدين. معانا سجق. السجق متهم دايماً إن هو بيتعمل سندوتش أو يتعمل طاجن. أنا هعمله فطيرة النهاردة بالخضار، لها تفاصيل كتيرة. هيتعمل لها عجينة الفطاير، والسجق ده هيخش على النار، هياخد بعض التوابل وبعض الخلطة، حاجة لطيفة كده وحاجة جديدة. معانا الفاصوليا البيضاء، بروتين نباتي بتتصدر القائمة الأولى في الهرم الغذائي، زيها زي الفول زي الحمص، ولكن هي عزيزه شويه لانها كمان مفيده للكلى. حتى هي شكلها فلقتين كده لما بتتفتح بتبقى شبه الكلى، سبحان الله. فانا هعملها النهارده نوع من انواع المقبلات بالطحينه. الناس اللي عندها مشكله مع الفاصوليا والبقوليات عشان الكولون، احنا هنعالج المشكله دي النهارده ونعملها نوع من انواع المقبلات مع الطحينه زيها زي الحمص الشام. هنشوف نقدمها ازاي. معايا كمان مكرونه للاطفال الحلوين اللي بيحبوني وانا بحبهم. هنعمل لهم مكرونه بالجبنه، حاجه كده ملزلزه، تبقى الجبنه مع المكرونه. وافضل انواع المكرونه اللي تتعمل بالجبنه او بصوصات الجبنه هي المكرونه البنه. ليه يا عم الشيف؟ عشان بتبقى مخرمه، بتشيل من الصوصات كده وبتبقى لطيفه وحلوه، والواحد ياكلها تبقى سلسه معاه. معانا النهارده بمناسبه طبعا الاعلام، بمناسبه طبعا الاهتمام الكبير من الجهه الاعلاميه لخبز البطاطا، بنشوف طبعا بعض القنوات بتقول ان احنا لازم ان احنا نستخدم دقيق البطاطا في المخبوزات بتاعتنا، وده ترشيد لاستهلاك الدقيق، وفي نفس الوقت كمان حاجه جديده. الهند سبقونا في استخدامهم لدقيق البطاطا في حاجات كتيره قوي، هو ده يعتبر دلوقتي محصولهم الاساسي. احنا معانا دقيق البطاطا النهارده هنعمله كب كيك للاطفال الحلوين، حاجه جديده وقيمته الغذائيه عاليه جدا. واحنا عارفين البطاطا الحمراء بتاعتنا بالذات من خير ارضنا تقدر تستخدمها في حاجات كتيره، حلويات او اطباق خضار زي ما احنا حابين. هنعملها كب كيك النهارده ونديها فليفر من الفانيليا، عصير برتقال زيها زي الدقيق. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. صدقوني بجد هتعجبكم، لان انا شخصيا جربتها حلوه قوي. حلقتي فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، فيها كمان خبره طهويه بتكلفه قليله جدا. ولكن عايز اقول قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، انتظروا مننا كالعاده على شاشه القناه الاولى مفاجآت في 4 ايام العيد. اول يوم العيد، وتاني يوم العيد، وتالت يوم العيد، ورابع يوم العيد، معاكم الشيف المغازي مش سايبكم. حلويات الخروف واللحمه الضاني والكندوز والباري، مش هنسيب حاجه اللي بنعملها من اول الفتت لحمه الراس لغايه لما نروح على الكبده والكلاوي نشوف ناكلها مع بعض ازاي. تابعوا الشيف المغازي بعد الفاصل. اطرحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نشوفوا استخدامنا لدي البطاطا، للبطاطا الحلوه ازاي بنستخدمها حتى في الحلويات. احنا كده كده بنحب ناكلها مشويه، نحب ناكلها صينيه بالكريمه، عملناها الاسبوع الماضي، عملناها عيش بطريقه سهله وبسيطه، استخدمنا دي البطاطا بدل دي العادي مع خميره وكانت زي الفل. معانا مقادير الكب كيك بدي البطاطا، المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه بدي البطاطا تتحدث عن نفسها. معانا دقيق بطاطا، ومعانا دقيق من العادي كميه قليله، معانا من السكر نص كوب، من الزيت ربع كوب، فانيليا، بيكنج باودر 3 بيضات، 1 كوب من الحليب. عايزه تحط عصير برتقال اختياري برغبتك. المقادير بسيطه وسهله على الشاشه، ومعانا قوالب الكب كيك لطيفه وزي الفل. تعالوا نشوفوا نعمله ازاي بطريقه سهله للاولاد تبقى حلوه. وعلى فكره يبقى الحلو ده في ايام العيد للاولاد، بيعيدوا على بعض عند كل عندنا اولادنا، اولاد العيله، اولاد الاسره جايين يلاقوا حاجه حلوه لطيفه وبسيطه وسهله. اول حاجه هعملها اضافه المواد السائله اللي هو زي الزيت والبيض والحليب مع بعض كده. عشان الحليب عشان البيض يدوب معاك بسرعه تعملي حاجه حلوه. ايه هي؟ تكسري البيض كده يطلع قبل الاستخدام من الثلاجه ب10 دقائق بالشكل ده كده. ما ينفعش انك تطلعي البيض من الثلاجه وتستخدميه على طول حتى لو بقى له فتره طويله. بننزل بالسكر على البيض علشان يدوب بسرعه. نقلبهم مع بعض كده واحده واحده اهو. المبتدئين في المطبخ عايزين يخشوا النهارده يعملوا كب كيك، هتقولوا لي دلوقتي شيف مغازي الله يسامحك انا ما عنديش في المنطقه اللي فيها دقيق بطاطا، اعمل ايه؟ حلو قوي. هتجيب البطاطا الحلوه وهي معانا اهي على الشاشه، خرجنا الجميل. البطاطا الحلوه تجيبيها تسلقيها بالقشره بتاعتها زي ما هي، بعد ما تسليها بتسيبيها لما تبرد وتشيل القشره، وبعدين تهرسيها وتستخدميها زي نفس الاستخدام اهو. ادي البيض كده مع السكر داب، نحط الفانيليا الطبيعي عشان الزفره، ننزل بالحليب
وننزل بكمية الزيت ونقلب كده، يتأكد ان كله بقى مزيج واحد، دقيق زيت والبيض والحليب والفانيليا والسكر. يا مي ازيك؟ ازيك يا سيف؟ اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا مي. ايوه يا مي، سبعك. كل اكلاتك. نعمين. انا بعمل كل اكلاتك. قوليلي ايه رايك في المطبخ؟ انا سامعك. طب استاذنك وقت التلفزيون عشان تسمعيني واسمعك. شكرا. ايوه يا مي. معاك يا سيف. اتفضلي. شفت دي البطاطا يا مي نازل على السائل اهوت زي الفل. انا كنت ما بحبهاش، بس اول ما انت عملتها بقيت بحبها. الله يبارك لك يا مي. عمريني. اشكرك يا مي، اشكرك يا مي. حطيت انا العيار دلوقتي اللي هو كوبايتين دقيق بطاطا مع كوبايه من الدقيق، اقلبهم كده اهو. اهو شفت المزيج ده كده اهو. نشيل ده بقى خلاص ونقلب حاجه تانيه زي الفل كده. شفتي القوام اهوت بالشكل ده كده اهو. دي البطاطا كانك بتستخدم بطاطا حلوه عادي اهو. يبقى احنا قلنا مع بعض ما لقيتيش دي البطاطا في المنطقه اللي انت فيها، كل اللي هتعمليه انك انت تجيبي البطاطا الحلوه، بعد ما تجيبيها وتسلويها تسيبها لما تبرد خالص، بردت تشيل القشره بتاعتها وتهرسيها جامد، بقت معاك زي الفل بنفس المقادير اهو. هنعمل ايه يا عم الشيب بقى عشان نعمل كب كيك وانا شغال كده؟ حاجات كده زي الفل. هجيب معلقه واجيب في العيار بتاعي شويه زيت كده صغيرين بالراحه خالص اهوت. عايز اشتغل بقى بتكنيك عالي كده، امال فين الخبره؟ شويه زيت اهوت هنا، ونجيب معلقتين يا عم الشيف، وتعالوا نوزع كميه الكب كيك او كميه العجينه اللي عملتها على القوالب بتاعتي بشكل شيك كده حلو زي الفل. هنعمل ايه؟ ادي القوالب اهيت، ونحط المعلقتين في الزيت كده، وناخد من العيار ده كده اهو ونحط كده. حلو اهو. تاني اهو، ما بعملش حاجه انا اهو، هي المعلقه في قلب الزيت بتخليني اتحكم في الكميه اللي باخدها في القالب، ونفس الوقت كمان يا عم الشيف بتسلك لي المعلقه بتاعتي اهو. ينفع ميه يا شيف؟ لا، يفضل زيت. بيدي لمعه ويديها شكل حلو. اهم حاجه عندك هنا بقى درجه حراره الفرن تكون 180. حلو؟ يعني الفرن يكون شغال مسبقا. ما ينفعش انك تحط الكب كيك في فرن بارد. عايزه تجودي بقى وتبقى احسن من الشيف المغازي، وانت كده كده احسن من الشيف، تعملي حاجه حلوه قوي. عندك لوز، يا مزاج اللوز. تجيبي حبايه لوز بعد ما تنقعيها في شويه ميه سخنين تكون متقشره، تحطيها جوه الكب كيك ده. بلاش لوز، تجيبي حبايه تمر تفتحيها وتشيل النوايا منها وتحطها جوه العجينه اللي انا عاملها دي. يعني دي افكار كلها انا بديك الصوره مفتوحه علشان تجودي وتبقى احسن مني اهو. خلي بالك، يعني تقدر تجيب التمر وتشيل النوايا منه وتحطها جوه العجينه، يبقى عملت كب كيك بالتمر مع البطاطا. تقدري اللوز نفس الطريقه. شوكولاته؟ شوكولاته، انا عارفك بتحب الشوكولاته يا شفيق. جيبي مكعبات شوكولاته قطعيها مربعات صغيره كده زي السكر القوالب، وتحطيها جوه العجينه دي كده. اختياري بقى اهو. احنا مع بعض على عينك يا تاجر. الفرن عندنا جاهز، حط الخليط ده في الفرن دلوقتي ونشوفه بعد ما يخش الفرن لمده تقريبا 20 دقيقه هيطلع شكله ايه. ده الطبيعي. نشوف انا واحده ناقصه فيهم كده نزودها عشان يبقى كلهم قد بعض. دي ناقصه شويه زي الفل. وهعمل ايه كده بالمعلقه دي كده، اساوي كده بالشكل ده كده عشان تطلع زي الفل، وادخلها الفرن كده. ما خدتش وقت مني كتير. بقى عندي عجينه زي اللي معايا دي كده، ممكن احطها في قالب كبير اكبر من ده شويه
تمام. درجة حرارة الفرن عندي 180، يبقى أنا عملت هنا الكب كيك بدقيق البطاطا أو بالبطاطا المهروسة. المقادير على الشاشة كمان مرة يا أستاذ رحاب بعد إذنك، هندخلها الفرن. آه. دي تنزل كده في النص. عينية. أهو. هننزل الشبكة دي هنا. أهي أهي يا غالي. أهي أنا عارف أنت عايز إيه يا سيد الناس. آه. زي الفرن. آه. بص عليها كده. يلا. اللهم صل على النبي. كب كيك بدقيق البطاطا. أهو. ده في الفرن. يلا توكلنا على الله. طيب نشوف الفرن فيه مع بعض كده. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار يا شباب؟ الكب كيك ناسيينه على فكره، بس ما اتحرقش، المال الحلال ربنا مبارك فيه. نطلع الكب كيك بتاعنا زي الفل. اه اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي، هو ده ده الكب كيك اللي احنا حطيناه من البدايه خالص، فاكرينه؟ اه. وعندنا الفطيره بتاعتنا في الفرن تتحمر. نغرف الكب كيك ده كده. اللهم صل على النبي. طبعا اللي ما حضرش من الاول خالص هيقول ان الكب كيك ده بالبرتقال. احنا لما بنعمله بالبرتقال بيطلع بنفس الشكل. احنا عاملينه بدقيق البطاطا ترشيدا للدقيق، وفي نفس الوقت كمان حاجه جديده، حاجه جديده للاولاد الحلوين ياكلوها مع بعض. اه الله. اه طبعا ده سخن، خلي بالك البطاطا غير الدقيق، عامله زي الغريبه كده، بتاخد وقت شويه لما تبرد. اهو بالشكل ده كده. عندك سكر بودر تحطيه على الوش، قرفه ناعمه حطيها، عايزه تحطي جنزبيل مع البطاطا تبقى حلوه حطي زي ما انت عايزه. ولكن الفكره كلها ان انا اعمل ازاي كب كيك بطريقه بسيطه وسهله زي ما شفناها مع حضراتكم دلوقتي. معانا السكر البودر، حاجة جديدة يا شيف. اه مخرجنا الجميل، قول معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. قرفة ناعمة. حاضر عينيا. اه ممكن تحط الشوكولاتة بودر عادي، الشوكولاتة البودر دي موجودة اللي هو الكاكاو يعني. اه اختياري، كل ده إضافات من الشيف. طبعا شفنا مع بعض المكرونه بتاعتنا بالوايت صوص والجبنه، عملنا طبعا متبل الفاصوليا البيضه شفناها عملناها مع بعض ازاي، كب كيك حلو جدا بالبطاطا الحلوه للاولاد الحلوين، الفطيره بتاعتي الجميله اللي بتتكلم مصري فيها حشوات كتيره يعني هرم غذائي، رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.